عاد رمضان ولم تعد الحياة إلى طبيعتها هنا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث استقبل المواطنون هذا الشهر الفضيل بأزمات تصعب معها الحياة واختلالات تقلب طاولة العادات الاجتماعية لأسباب كثيرة، لكن أبرزها انقطاع التيار الكهربائي الذي يقابله ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. السنة الأولى كنا نبيع البطارية 200 أبو 200 أمبير ب 50,000، واليوم ب 100,000 بسبب أولاً ارتفاع العملة، ثانياً عدم السماح التحالف بدخول المواد الخام إلى اليمن ومن طاقات شمسية وغيرها. أما بالنسبة لحالة الصوم فقد اعتادها المواطنون منذ 3 سنوات في ظل هذه الأوضاع، لا سيما مع انقطاع وتأخير صرف المرتبات وتضارب سعر العملة الصعبة أمام الريال اليمني. ما شقيت به، شريت به من المواد الغذائية، يعني الراتب الذي اشتغل فيه روح كله راشل للبيت. يعني ما تجمع؟ ما جمعش، عاد انا اجمع بعد الشيء هذا والغلا هذا، ما عاد اجمعش. ومع قدوم شهر العبادة أو شهر التجارة كما يراه البعض، بصورة جنونية ترتفع الأسعار التي كانت مرتفعة في الأساس، وهذه الأسواق التي باتت ممتلئة بالبضائع هي غير مزدحمة بالزائرين، فهنا قلة من المشترين والبقية إما مارة أو متفرجين. من بين ذي كل الأزهار إن شاء الله يا رب تتحسن الكهرباء بإذن الله يا رب العالمين، وإن شاء الله يكون يعني تكون أسعار إن شاء الله يا رب تكون حلوة تتخفض لنا إن شاء الله يا رب، واللي ما عندهش يعني إيش بيسوي يعني على راتب 40,000 ولا 30,000 ولا 20,000 إيش بتجيبه له يعني، اللي عنده أولاد واللي عنده أسرة إيش يعني، رجعت القصعة اللبن الدانة ب 9,000 يعني اللي ما مش معه من فين يجيب يعني يروح يشحد، لكن لو حد يقول الحمد لله على كل حال يا رب العالمين. يأمل المواطنون في مدينة عدن أن يشهد شهر رمضان هذا العام تحسناً في أداء الخدمات وانخفاضاً في سعر السلع خاصة الغذائية منها. ليبقى السؤال الأهم، هل من حلول رسمية سريعة تنهي مسلسل مأساة ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، أم أن غياب الجهة المسؤولة سيطول؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.